مونتينجو المعروف أيضا باسم جوزيف بوليثو جونز، كان مجرما أستراليا في القرن التاسع عشر، اشتهر بهروبه المتكرر من السجن. كان أول هروب في عام 1863 بعد أن تم سجنه بتهمة سرقة بقرة. هرب من السجن من خلال حفر نفق تحت الأرض. هرب جونز من السجن 6 مرات أخرى خلال حياته. في إحدى المرات هرب من خلال تسلق الحائط، في مناسبة أخرى هرب من خلال الاختباء في عربة سجنية متوقفة، في إحدى المرات هرب من خلال إغراء حارس السجن بشرب الكثير من الكحول. في عام 1880 تم بناء سجن صغير مخصص لجونز في جزيرة تسمانيا. كان السجن محاطا بجدران عالية وأسلاك شائكة، وكان الحراس مسلحين بأسلحة نارية، ومع ذلك تمكن جونز من الهروب من هذا السجن أيضا. لا يزال سبب هروبه من السجن غير معروف، لكن يعتقد بعض المؤرخين أنه كان يسعى للحصول على الحرية، بينما يعتقد البعض الآخر أنه كان يعاني من مشاكل نفسية. في النهاية تم القبض على جونز وحكم عليه بالإعدام. تم إعدامه في عام 1880 عن عمر يناهز 38 عاما، ويشتهر كما قلنا سابقا بهروبه المتكرر من السجن، وهو يعتبر أحد أشهر المجرمين في أستراليا، وأصبح قصة شعبية، وتم سرد القصة في العديد من الكتب والأفلام. وتقول أخبار أخرى بأن جونز بدأ بالتخطيط للهروب من السجن بمجرد أن تم نقله إليه، حيث بدأ في حفر نفق تحت الأرض، وذلك باستخدام ملعقة تم شراؤها من خلال رشوة حارس السجن. واستغرق الأمر أكثر من عامين لإكمال النفق، لكنه تمكن أخيرا من الفرار من السجن عبر ذاك النفق في ليلة 21 فبراير 1880. وأصبح مونتين جو أسطورة في أستراليا، وينظر إليه على أنه رمز للحرية والمقاومة. تم سرد قصته في العديد من الكتب والأفلام، بما في ذلك فيلم مونتين جو الذي خرج للوجود في 1979، وكان من بطولة جيمس كيز. وهناك العديد من التفسيرات لهروب مونتين جو المتكرم من السجن، فكما قلنا سابقا بأنه يعتقد أو يعتقد بعض المؤرخين بأنه يعاني من مشاكل نفسية، وآخرون يعتقدون أنه من الممكن أن يكون قد سعى للحصول على الحرية لأنه شعر أنه تم ظلمه، وحيث تم سجنه بسبب تافه وهي سرقة بقرة، وهي جريمة صغيرة لا تستحق عقوبة السجن مدى الحياة. ودراسة أخرى تقول بأنه قد عانى من مشاكل نفسية وسميت باضطراب الشخصية الحدية، وهو اضطراب يتميز بعدم الاستقرار العاطفي والسلوك المتهور. قد يكون هذا الاضطراب قد جعله يشعر بالحاجة للهروب من السجن باستمرار. ومهما كان السبب، فإن هروب مونتين جو من السجن كان حدثا استثنائيا ترك بصمة دائمة على تاريخ أستراليا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.